رسميا النصر إلى نهائي كأس السوبر بعد الفوز على التعاون بنتيجة 2-0 في مباراة قدم فيها النصر أداء عالمي وخرافي. الحارس بينتو الوافد الجديد 10 على 10، الدون كريستيانو رونالدو صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني، صاحب أعلى تقييم في هذه المباراة أيمن يحيى صاحب أول هدف في هذا الموسم للنصر العالمي، وأيضا على فكرة صاحب آخر هدف في الموسم الماضي لنادي النصر العالمي. النهائي الكبير راح يكون ما بين النصر والهلال، ديربي الرياض في نهائي كأس السوبر السعودي، نار وشرار يا جماعة. أفضل شيء حدث للنصر هو الفوز والتأهل للنهائي والخروج بكلين شيت والمستويات الرائعة والكبيرة من اللاعبين، ولكن الختام كان سيء يا جماعة. طرد النجم الكرواتي بروزوفيتش في آخر لحظات المباراة، للأمانة التدخل ما كان له داعي يا بروزوفيتش، خسارة كبيرة للنصر عدم تواجد بروزوفيتش في النهائي الكبير أمام الزعيم الهلال. ألف مبروك لجمهور النصر وهارد لك لجمهور التعاون. توقعاتكم للنهائي الكبير وتحياتي لكم.